وإلى معرض القاهرة الدولي للكتاب نحلل ونرصد هذه الظاهرة الثقافية مع محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك محمود، وتفاصيل كثيرة يحملها لنا معرض القاهرة الدولي للكتاب وأروقته المختلفة وفعالياته أيضا. هذا اليوم والمشهد لديك، ماذا يحمل لنا؟ نعم، بعد التحية، اليوم هو اليوم الأخير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، وكما تحدثت هناك يعني عدد كبير من الأحداث التي تدور في هذا اليوم باعتباره هو اليوم الأخير. دعونا نبدأ أولا بما تم في القاعة الدولية التي استضافت اليوم حفل تسليم ضيف شرف الدورة القادمة والتي حظيت به دولة النرويج. دولة النرويج هي التي ستكون ضيف شرف الدورة القادمة، وهي الدورة 55 في معرض القاهرة الدولي للكتاب. يعني مراسم هذا الاحتفال كانت بحضور وزيرة الثقافة المصرية وسفير الأردن في مصر، وباعتبارها ضيف شرف هذه النسخة التي ستنتهي اليوم. بداية، وزيرة الثقافة أكدت على أن هذا الرقم الذي تخطى 3 ملايين زائر كسر كل الأرقام للدورات السابقة، وهذا يؤكد على أهمية الكتاب، وأكدت أيضا على أهمية وازدهار صناعة النشر خلال الفترة القادمة. أما سفيرة النرويج بالقاهرة عبرت عن سعادتها باختيار دولة النرويج كضيف شرف للدورة القادمة، وأكدت أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد بوابة للعالم العربي والعالم بأجمع للثقافة والمعرفة، وأكدت أنه بدأ الاستعداد لدى دولة النرويج في الإعداد والتخطيط للبرنامج الثقافي الذي ستقدمه خلال الدورة السابقة من خلال زيارة إحدى المؤسسات النرويجية المعنية بترجمة الأدب النرويجي في العالم، ولقائها بعدد من القيادات في وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب لكيفية استغلال هذا الحدث بشكل أفضل للاستمرار على هذا الحدث فيما بعد انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته القادمة. وبسؤالنا لها عن رأيها في تنظيم الدورة الحالية، أكدت أنها يعني مبهورة من الأعداد التي توافدت على المعرض، وأكدت أن هذا الحدث الثقافي حدث هام، ومصر لديها القدرة على تنظيم مثل هذه المحافل الثقافية، وأكدت أن فرصة النرويج باختيارها ضيف شرف للنسخة القادمة هو فرصة كبيرة لفتح مزيد من الآفاق والتعاون الثقافي بين مصر والنرويج. أما سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر وجه الشكر لمصر حكومة وشعبا على هذا التنظيم الرائع وعلى اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف لهذه النسخة، وأكد أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية كبيرة، وأكد أن هذا يدل أيضا على قوة العلاقات وتميز العلاقات بين مصر والأردن، وأن هذا التميز ليس بجديد، ولكن يعني سبق أن استضافت واحتضنت مصر فعاليات ثقافية أردنية، والعكس تماما أيضا استضافت المملكة الأردنية الهاشمية فعاليات ثقافية على أرضها. هذا فيما يتعلق بالحدث الأبرز اليوم بتسليم دولة النرويج ضيف شرف للدورة القادمة. أما عن الفعاليات الثقافية والفنية التي تتم داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأخير قاعة الكاتب الكبير صلاح جاهين تستضيف ندوة بعنوان الرقمية والأدب، وأيضا القاعة الدولية استضافت حفل تسلم يعني ضيف شرف الدورة القادمة، قاعة الشعر بها صناع المحتوى وعدد من الأمسيات الشعرية. أما الفقرات الفنية فهناك فقرة لمركز تنمية المواهب وكورال أطفال بورسعيد، وأيضا السيرك القومي، وعدد طبعا من الفقرات الفنية التي ستكون موجودة في اليوم الأخير. أيضا يعني رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين أكد على تجاوز نسبة مبيعات كبيرة للهيئة، وأكد على أن هذا الحدث هو يدل على الظاهرة الثقافية لدى الجمهور المصري الذي اهتم بالإقبال على المعرض بكل فعالياته. حتى اليوم
اليوم الأخير اليوم هناك إقبال شديد على المعرض بكل ما فيه من فعاليات ثقافية وفنية وإقبال على دور النشر المختلفة، خاصة يعني أن اليوم الأخير هناك عدد كبير من التخفيضات التي تقدم في هذا اليوم داخل عدد كبير من دور النشر، فبالتالي يعني من المتوقع أن يزيد عدد الزائرين اليوم أكثر من 4 ملايين زائر. هذه هي الأحداث والتفاصيل في اليوم الأخير وحتى يعني قبل الساعات الأخيرة من انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب. عودة إليكم مرة أخرى. نعم محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أشكرك جزيل الشكر.